بعد أشهر من العمليات الفنية والإنشائية في سوق الهالي القديم بمدينة عفرين وتحسين في طرقاته وسقفه، افتتح المجلس المحلي السوق بحضور الحكومة المؤقتة وأعضاء التحالف العملياتي. طبعا هذا المشروع ايضا كان هو ضمن سلسله مشاريع اطلقها التحالف العملياتي، منها تنفيذ العديد من شبكه الطرقات في مدينه عفرين وترميم اكثر من 32 مدرسه وترميم بعض المنازل واقامه ايضا مشفى طبي يضم كافه الاختصاصات في مدينه عفرين. ياتي مشروع سوق الزيت والحبوب ضمن المشاريع التنمويه التي عمل عليها التحالف العملياتي منذ زلزال المدمر، ليترجم الشراكة الحقيقية بين المنظمات الثلاث الدفاع المدني وسامز والمنتدى السوري. الخطوات الأولى اللي قمنا فيها رممنا البنية التحتية من الصرف الصحي، الخطوة الثانية فك الصاج الحديد المعدني الشمسية المعدنية القديمة للسوق واستبدالها بشمسية معدنية جديدة، المرحلة الثالثة اللي هي كانت فرش الطريق ومده بحجر الانترلوك، ومثل ما نكون شايفين يعني ترميم الجدران بالحجر حجر نحيط تلبيسه. في عفرين لوحدها تمام 11 مليون شجرة زيتون، تمام تحويل هذا السوق من سوق الهال إلى سوق تجارة الزيت والحبوب هو يستأهل هذه الثروة الوطنية تمام، وتفعيلها بشكل جيد، مساعدة التجار الجملة والتجار المفرق بأن يتعاملوا مع بعضهم بشكل سلس، السيارات ممكن تدخل للسوق بشكل سلس، مغطاة، نقل البضائع، كل هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار لتحريك العجلة الاقتصادية في مدينة عفرين. العديد من المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية يجري العمل عليها في عفرين، والتي تأتي ضمن ضرورة تطوير المنطقة وتحسينها خصوصا مع توسعها العمراني والبشري. أصبحت هذه المحال التجارية جاهزة للعمل وستفتح أبوابها أمام الحركة التجارية الزراعية، بما يسهم بتحسين الحركة الاقتصادية في المنطقة كما يأمل القائمون. هاري طاطن، تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.